السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. تحتاجين سيدتي ماسك يغذي البشرة ويجعلها تستمتع بالنضارة والقوة، وهذا القناع الذي سأقدمه لك اليوم، قناع مغذي للبشرة سيعطيك نتيجة مبهرة ومرضية مع الاستمرار عليه. سأقدم لكم اليوم ماسك القهوة والكاكاو لتغذية الوجه. بالنسبة للمكونات التي نحتاج في هذه الوصفة، سنحتاج إلى 4 ملاعق من بذور بن القهوة المطحونة، بذور البن وليس قهوة سريعة الذوبان. سنحتاج أيضا إلى 4 ملاعق من الكاكاو الغير المحلى. سنحتاج إلى 8 ملاعق من الحليب كامل الدسم وملعقتين من عسل النحل. بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة، سنقوم بأخذ بذور البن أولا، سنضيف إليها الكاكاو الغير المحلى ونقوم بمزج هذين المكونين. سأضيف إليهم 2 ملعقتين من عسل النحل، وسنضيف أيضا 4 ملاعق أو 8 ملاعق من الحليب كامل الدسم، ونقوم بمزج المكونات جيدا. نقوم بوضع الماسك على الوجه، ويمكن أيضا وضعه على الرقبة، ويترك لمدة 30 دقيقة على الأقل، بعدها يغسل بالماء. هذه الوصفة نقوم باستعمالها مرة في الأسبوع. ستساعدكم هذه الوصفة على تغذية بشرة الوجه. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو. شكرا على تتبعكم. لا تنسوا بوضع جيم للفيديو واشتراك في القناة للتوصل دائما بجديد القناة. بارتاج للفيديو ليستفيد منه الجميع. للاطلاع على المزيد من الأفكار والوصفات يمكنكم زيارة الموقع chefmariam.com، أيضا موقع شيواتي. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم وحلقة قادمة بإذن الله.